السلام عليكم. في هذا الدرس سنشرح البوكس بلاير. البوكس بلاير هو عبارة عن تأثير ضبابي، هو نفسه للجيزان بلاير، لكن البوكس بلاير هو بيعتمد على الويدث والهايت. أما الجيزان بلاير اللي أخذناه في الدروس السابقة كان بيعتمد على الرياديوس. طيب نيجي ناخد كيف أنا ممكن أعمل أوبجكت من البوكس بلاير. بوكس بلاير بجي نسميه مثلا بي بي ويسمى نيو بوكس بلاير. تمام، هلا بلوكس بلوير فين الكونستركتور بياخد فاضي وفين الكونستركتور بياخد 3 بارامتر. البارامتر الاول حيكون الويدث، والبارامتر الثاني حيكون الهايت، والبارامتر الثالث حيكون الايتريشن وهو ايش درجة الوضوح. تمام، طيب حاجة اقول له مثلا هنا الويدث ايش خلي لي اياه مثلا 10، والهايت خليها 10. طيب درجة الوضوح خليها 0، لو انا اخليها 0 مش هيعمل لي اي تأثير ضبابي. حاجة اقول له لتي دوت سيت افكتد افكت، تمام، خلي بي بي. طبعا انا مش شرط اعملها على تي، ممكن اعملها على تي على تكست تكست فيلد مثلا، اعملها على اي كومبوننت تاني. فانا قلت لما اجي اعمل ران حلاقي انه محمد الشاوي زي ما هو ما فيش اي تاثير. تمام، طيب لو انا خليت مثلا هنا حطيته واحد، لو حطيته واحد وعملت ران حلاقي انه صار في تاثير ضبابي بدرجه واحده. تمام، بهذا الشكل. طيب انا ممكن يعني اخفف اللي هو التاثير الضبابي عن طريق الويدث والهايت، مثلا خليه واحد واحد واحد، يعني ممكن ايش تلاقيه يعني شويه يعني ايش اوضح. تمام، يعني مثلا خليت مثلا هنا 5. تمام، يعني انا بدي مساحه اكبرها شوي الويدث والهايت. مثلا لو خليته 5 يعني ممكن شايفين كيف صار، يعني ايش اخذ الويدث والهايت 5. طيب لو انا حطيته 50 للويدث، لو حطيته 50 هو حيتمدد من اليسار واليمين بدرجة 50. تمام، يعني حيصير زي منتشر بهذا الشكل، شايفين كيف؟ يعني هذا ايش ممكن انا اعمل فيه اللي هو ايش اللي هو البوكس بلوير، بيعمل لها ويدث وهايت. طبعا لو انا ما حبيتش احطهم في الكونستركتور، يعني حبيتهم احطه في دوال، حاجة اقول له بي بي دوت سيت دوت مثلا سيت اللي هو في عندك سيت هايت سيت ويد وسيت ايتريشن وسيت انبوت. طبعا السيت انبوت حكينا انت بتقدر تحط اكثر من افكت على افكت. تمام، طيب طبعا هذا هو بالنسبه للدرس البوكس بلوير. ان شاء الله يكون درس بسيط. نشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم.